بنتكت ياسمين شابة زينة هتدرس في الجامعة، جت من مدة وجدت عاوزة تحجب، قلنا لها البركة. بعدها بمدة جت وقالت لازم تنجب، طوعناها. بعدها قفلت على روحها، أمها سمعتها وهي بتتحدث مع ناس، دخلت عليها لقيتها لوحديها تايهة. الحكيم قال دي حالة نفسية، اداها دواء. حالتها بقت في النازل، بقت تجري زي المدبوبة عريانة، لو حد مسكها تصرخ وتشد شعرها. قفلنا عليها الباب، بقى لا حد ينظرها ولا هي تنظر حد. خفنا لحد يشوف المصيبة بتاعتنا دي والبت يوقف حالها. الناس كلها هتحكي على كرماتك يا سيدنا، والواد طارق ورد الشوارع طاب على يدك. ما تحرمناش ما تحرمناش يا سيدنا من كرماتك دي، وطلباتك كلها مجابه. طلبت ميه وشربتها، سلام عليكم. سلام يعني ايه؟ يعني دواها مش عندي. يعني الواد طارق دي اللي ما كناش عارفين هو مريض بيه، شفي على يدك وبتوخ تاني، انت عاجز عن التشفيها. اقعد حلفتك بالله، البنت فوق حالها يقطع القلب وامها عتموت بتروحها. قال له شوفها زي طارق وان شاء الله الشفاء هيكون على يديك. ما عنديش غير اللي اديته لطارق. جرب جرب يا سيدنا، مش هنخسر حاجه. وانا تحت امرك، طلباتك كلها مجابه والاوضه بتاعتك مجهزه بالمجاميع. اقعد اسبوع اثنين ثلاثه زي ما انت عايز. قلت ايه؟ قلت ايه يا سيدنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كده. إن شاء الله ربنا يشفيها على دين سيدنا. تعال تعال يا سيدي، سيدنا ياخد راحته، احنا جنبك، بربة تحتاج حاجة.
جميل.